بسم الله، اهلا وسهلا بحضراتكم وحلقه جديده من جمهور التالتة. والنهارده هو الاثنين العظيم، وعندنا لقاء النهارده هيبقى فيه تفاصيل فنيه ممتعه مع احمد عز. تامر مش موجود النهارده، ان شاء الله باذن الله يرجع لنا بالسلامه الاسبوع اللي جاي، انما زيزو موجود، ملك من ملوك التحليل الجامدين جدا، ان شاء الله باذن الله فهيبقى عندنا وقت نتكلم وندردش في كل الماتشات بتاعت النهارده، الاهلي والزمالك. البدايه من نتائج ماتشات النهارده، زي ما حضراتكم عارفين كلا اللقاءين كان فيهم اطراف، الاهلي والزمالك. الزمالك والمقاولون العرب، لقاء انتهى بالتعادل الايجابي 2-2، وسموحه والاهلي لقاء انتهى لصالح الاهلي بهدفين دون مقابل. من النتائج الى الاهداف، البدايه مع الهدف الاول للاهلي، ويا سلام على الجون وجمال الجون ومحمد شريف مخيف ومحير في نفس الوقت، والله محير. تشوف الجون تقول ايه العظمه والجمال والحلاوه دي، تشوف اهداف تانية او فرص لشريف بتضيع تقول سبحان الله. وده جول من الاجوان الحلوه قوي 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 لكهرباء المتالق خلال هذه البطوله منذ عودته. الى لقاء الزمالك والزمالك والمقاولون العرب، وافتتاحيه التسجيل كانت للمقاولون العرب عن طريق جون اوك في الدقيقه 25، خطأ دفاعي، الراجل بيكمل عليها ويسدد فيسجل الهدف الأول. ويجي زيزو على رأي الكابتن حاتم بطيشة وهو في كامل تركيزه فيسجل هدف التعادل، قال لك شاطها أكنه بيعمل بالظبط ضربة جزاء. وبالفعل اللي بعديها كانت ضربة جزاء في الدقيقة 57، مصطفى شلبي سددها وسجلها. وكان بالمنتظر أو من المنتظر أن اللقاء يخلص كده خلاص 2-1، لكن ومن هجمة مرتدة زي ما انت ما شايف كده، ومن خطأ ساذج جدا لحسام عبد المجيد، يتمكن المقاولون العرب من تعديل النتيجة فينتهي اللقاء بالتعادل الإيجابي بهدفين لهدفين. هتكلم في كل التفاصيل، إنما قبل أي حاجة خليني أخد معاك الجون بتاع محمد شريف كده، علشان هربط لك رابطة مهمة ما بين المهاجم لما بيبقى عارف كويس إن هو مركز وعنده الثقه بتاعته واصله في 100%، هيجيب الاجوان شبه اللي انت شفتها دي. شايف الجون، شفت الكره زاويه مخنوقه جدا بعيده جدا. محمد شريف عاده لما كانت بتتلعب له كرات اسهل من كده كان تعامله معاها كان بيبقى في منتهى السوء، انما تعالى شوف النهارده الكره ديت والثقه اللي معمول بيها الهدف والتسديده والزاويه اللي هو شايف منها وحاطط رجله فيها، تقول لك ايه؟ تقول لك التركيز بيوصلك للمية في المية بتاعتك. وده المستوى اللي احنا شفنا عليه شريف في طلعته مع الاهلي منذ تعاقد الاهلي معاه في البدايات مع بيتسو موسيماني. بص الاستلام والانتظار والكرة ومتشافة انا والكرة بخش الجون، يعني تقول سبحان الله مستحيل يكون شريف على الفرص الكتير اللي كان شريف بس هو الفترة اللي فاتت حقيقة ما شاء الله جايب فورمة. طيب اللقاء بيخلص 2-0 للاهلي، والاهلي مع مارسيل كولر برصيد خالي تماما تماما من الهزائم، هو رصيد حافل بالانتصارات. ولكن ومع هذه النتيجة عكر صفو جمهور الأهلي ما حدث من كابتن فريق النادي الأهلي محمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي. بص معايا على اللقطة وأكيد أنت شفت واحدة واحدة، بس اديني في السلو موشن، سلو موشن يا بيه. واحدة واحدة، كرة ميتة، ضربة ركنية بتتلعب، كسبان 2-0 2-0، ماتش خلصان، دقيقة 90 وشوية، صح كده ولا أنا غلطان؟ 90 وشوية. اللعيبة بتاعت سموحة بتزق علشان خاطر تعمل حيطة قدام الشناوي، والشناوي بيزق اللعيبة بتاعت سموحة. كرة لعبوها وحشة جدا، تنفيذها كان وحش، كمل هاني عليها. ها راحت للراجل هناك، بص بقى، اقف بقى، اقف 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 يا اقف يا سيدي يا سيدي، مستعجلين على إيه؟ اقف. فين الكورة؟ فين الموضوع بقى هنا؟ فين القصة هنا؟ مفيش حاجة خالص، مفيش أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة خلاص، الكرة طلعت بره، أنت كسبان، دنيتك حلوة زي الفل، كابتن النادي الأهلي. فالموضوع خلاص خلصان. يعني مفيش أي مبرر، بص بقى اللي حصل بعد كده. هنزق هنزق و بوكس في وش الراجل. الحاجات اللي شبه كده وبطاقة حمراء يعني مستحقة مفيهاش كلام، مفيهاش كلام. الحاجات اللي شبه كده لما يعملها لعيب صغير اقول لك ماشي، قله خبره،
فلما اتزق زق فراح مديله في وشه، اصله محتاج ياخد خبرات، محتاج يتعامل بالثبات الانفعالي، محتاج يعرف ان هو بيلعب في النادي الاهلي، محتاج. وهتقعد تقول شويه حاجات، كل الكلام ده هتقعد تقوله، لكنه مفيش عندك اي مبرر، مفيش اي مبرر باي حال من الاحوال. كره ميته خلصانه فطسانه ما فيهاش اي حاجه، راح يكلم الراجل الحكم، فقال لعيب بتاع سمعره مديله كتف كده كتف، فراح التاني راح لفف له كتف، هوب بوكس. ما ينفعش، مش كابتن فرقه النادي الاهلي. ولذلك انت لما خلاص يا شباب، خلاص يا شباب احنا خلاص. ولذلك لما تيجي انت بقى تبص على الموضوع نفسه، تصرف الشناوي ورد فعل المدير الفني للنادي الاهلي ورد فعل جمهور الاهلي، لان جمهور الاهلي بص كده انت على السوشيال ميديا، وانت تعرف كويس انه رد فعل الطبيعي للناس الجماهير بتاعت النادي الاهلي رفض تام لما حدث. ده مش شبه تصرفات لا الاهلي ولا كابتن فريق النادي الاهلي، غلطه كبيره جدا. طيب عايزك تبص بقى على المؤتمر الصحفي، مارسيل كولر رد قال ايه، تعالوا نشوف مع حضراتكم المؤتمر الصحفي وكلام وتعقيب مارسيل كولر على تصرف محمد الشناوي. Und den haben wir dann doch souverän nach Hause gebracht. كانت مباراة هادية، كنا مسيطرين عليها سيطرة شبه كاملة، ولكن طبعا ما لعبناش كويس، الماتش ما كانش حلو. ده طبيعي بعد قبل مباراة مهمة جدا في دوري الأبطال يوم السبت، بتاخد من التركيز وبالاهتمام، فللأسف ما لعبناش حلو بعترف يعني، لكن في النهاية خدنا ثلاث نقاط، وحققنا فوز مستحق وبسيطرة كاملة. War auch nicht nötig. Er ist Kapitän, er muss eigentlich Vorbild sein für die Mannschaft und das war unnötig aus meiner Sicht. بالنسبة لوجود عقوبة أو مش عقوبة دي لسه هنتكلم فيها، بس بالنسبة طبعا غالبا هيبقى فيه عقوبة. أنا شايف تصرف ما كانش ليه أي لازمة، وبالذات إن هو كابتن فرقة المفروض يكون قدوة لبقية اللاعبين، تصرف غير مقبول وما كانش ليه أي داعي من وجهة نظري. Möchte die noch mehrmals erleben. Und schön, dass es jetzt für das nächste Spiel auch volles Stadion gibt. بتدي أجواء غير عادية، حضرتها مرة وجربتها وأتمنى إن أنا أحضرها كتير. الماتش الجاي منتظر وبشغف إن أنا أستنى أشوف الجمهور مرة تانية، أجواء بتبقى مختلفة تماما، مستني اليوم ده ومبسوط جدا إن سامي سماح بالساعة الكاملة للإستاد. عايزك تبص على تصرف على تعقيب كولر، وده راجل مدير فني أجنبي وكلامه، وعايزك تبص عشان فكرة الاتساق. يعني أنا أبقى متسق مع ذاتي، الفترة اللي فاتت جه عبد المنعم عمل تصرف، أخذ بطاقة حمراء، الأهلي بعدها مباشرة قرر كابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مادية كبيرة على محمد عبد المنعم، وهو واحد من نجوم الفريق، من النجوم الشباب، ولكن تم توقيع العقوبة عليه. الأهلي متسق مع ذاته، ولذلك كان هناك الاعلان عن عقوبه محمد الشناوي كابتن فريق النادي الاهلي. ما فيش حد اكبر من الاهلي، ولا ما فيش حد اكبر من نظام الاهلي. ولذلك بعد كان متوقع لك لا مش هيتم الاعلان، الاهلي لا، كل حاجه لازم زي السيستم ما بيقول. تم توقيع وكما اعلن الاهلي، تم توقيع غرامه ماديه كبيره اهو، قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره توقيع عقوبه ماليه كبيره. خد بالك بس من الصيغه، عشان دي شبه الصيغه بتاعت عبد المنعم. هو التوافق والاتساق مهم لإرساء مبادئ العدالة، عشان بس تبقى أنت فاهم القصة. يعني على الحارس محمد الشناوي كابتن الفريق نظرا لما بدر منه. فهذا ليس بجديد على الأهلي على الإطلاق، واللي بتحسه الجماهير هو اللي بتحسه الإدارة، هو اللي بتنفذه، هو ده السيستم، هي دي القصة على بعضها. غلطة الشاطر دايما بيتقال عليها بألف. طيب خلونا نروح ناخد تعقيب برضو مهم جدا على هذا اللقاء، معايا على التليفون كابتننا الكابتن احمد سامي المدير الفني المتميز لسموحة. كابتن سامي اهلا وسهلا بحضرتك، مساء الفل، كل سنة وحضرتك طيب وهارد لك. وانت طيب يا ابراهيم، كل سنة طيب يا حبيبي، يا رب دايما في افضل صحة وافضل حال. مبدئيا مبروك للنادي الاهلي طبعا، يعني احنا نزلنا الجيم كنا طبعا طمعانين ان احنا نطلع بنتيجة ايجابية، قوينا بشكل كبير جدا في المفاتيح الجبهات، لان الجبهات عند النادي الاهلي كانت قويه. الاهلي بيلعب النهارده بالتيم كامل ما عدا اثنين يعني من الناس الاساسيه، ومعلول ومعقول وحسين الشحات. لكن في نفس الوقت يعني طبعا عملنا، اللعيبه عملت اقصى ما عندها. الاهلي ضيع فرص الشوط الاولاني من حته الخضه بتاعت اللعيبه بتاعت بدايه الماتش، لكن في الاخر احنا تمسكنا
واشتغلنا وضيعنا فرص بعد جول الاهلي، وجول الاهلي ده قدره فرديه من محمد شريف دوبك وقفها وحطها في المقص، يعني صعبه جدا. تداركنا جالنا فرص، حسام جاله فرصه بقى، هو لعب على طول الشناوي لما خرج، هو كانت عنده قرار ثاني ان هو ممكن يعدي منه وكانت تبقى اسهل. والكره بتاعت حكم برضو اللي هي في اخر الشوط الاولاني، الشوط الثاني بدانا كنا كويسين وكنا متواجدين في نص ملعب الاهلي بشكل كبير، والاهلي ما وصلش بدرجه كبيره الشوط الثاني. قلب كرة الجون بتاع الكهرباء كانت وغلطه، يعني غلطه مننا، كان في وسط اربعه وحصل دربكه وراحت لكهرباء. كهرباء طبعا فينشر كويس، فقدره فرديه هي اللي النهارده تثبت، لكن احنا اللعيبه ادت اللي عليها بشكل كبير جدا. طبيعي انت فرقه كبيره جدا زي النادي الاهلي ان انت تحاول على قد ما تقدر، ولعيبه بذلت جهد كبير جدا، لكن هو في الاخر في بعض المواقف كان فيها سوء توفيق مننا وسوء برضه قرار. هل انت هل راضي على تنفيذ لعيبتك لتعليماتك كابتن سامي؟ اول الشوط الاولاني انت الماتش لازم تبقى مركز، الماتشات الكبيره على الضغط. الضغط احنا الشوط الاولاني نفذناه بشكل متوسط، وده ما كانش صح، لان مجموعات الضغط ما كانتش بتنفذه بشكل كبير جدا. كان الاهلي في الضغط بيغير اتجاه اللعب، واحنا كنا مش عايزين الاهلي يغير اتجاه اللعب. كنا مجموعات الضغط ما نفذتش زي ما احنا الشوط الاولاني. نمرة اتنين الاهلي يعني من الفرق برضو القدرات الفرديه الكبيره، لكن في نفس الوقت سيستم بنايه الهجمه ما كانش النادي الاهلي، يعني سيستم بنايه الهجمه مش احسن حاجه يعني. بيبدأ هجمه كويس بس مش احسن حاجه. احنا كنا مجموعات الضغط دي كانت يعني على اساس غلط الاهلي في المناطق الاماميه. هل في ممكن يكون غيابات نقص عدد ياثر عليك يا كابتن سامي ولا؟ لا انا عندي مشكله كبيره برضو، بس الناس برضو مش عارفه. انا جيت الفرقه طبعا بناء على رغبه طبعا الباشمهندس فرج، انا جيت الفتره دي وهو كان جه برضو بعد بعد التدعيمات كلها. لا ما فيش تدعيمات، احنا دعمنا بشكل يعني الباشمهندس فرج ليه على قد ما يقدر، قدام حسن مغربي ميسي. يعني ما كانش عندي برضو نواقص في حته خط الظهر بشكل كبير جدا. ومش نواقص يا ابراهيم ان انت نواقص الناس اللي بتلعب او بديل، لا ده الناس اصلا المكان ده فاضي ما فيهوش ولا اولاني ولا تاني. يعني احنا بنحاول نوفق الاوضاع الفتره دي على اساس نعدي بالمركب بشكل كويس لغايه اخر السيزون، وهيبقى في طبعا وقفه اخر السنه هنشوف المتطلبات و تدعيم الفرقه بشكل كويس. لكن طبعا اللعيبه يعني ادت اللي عليها، وانا بشكرها يعني احاول بشتى الطرق، بس هي دي الكوره. صحيح، ربنا يكتب لكم التوفيق ان شاء الله باذن الله. كابتن سامي انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا وبتمنى لك كل التوفيق. بشكر حضرتك شكرا جزيلا. كابتن احمد سامي المدير الفني لسموحه وتعقيب مهم على الاداء. طيب بعد الفصل السريع اللي جاي اخبار وتفاصيل مهمه جدا في القلعه البيضاء نادي الزمالك، ونتكلم ايضا كمان على لقاء الزمالك والمقاولون العرب. يلا بينا. الكورة دايما بيبقى فيها شوية تفاصيل، فتفصيلة تكسبك مباراة وتدي لك ثلاث نقاط، وتفصيلة تضيع منك نقطتين. كل حاجة بيبقى ليها تمن، لازم تاخد بالك من كده. تعال مثلا أدي لك نبذة عن موضوع انك تدفع التمن. في الدقيقة 87 رايح نادي الزمالك وهو متقدم، واحدة واحدة كده، واحدة واحدة، بص كده، وقف بقى، وقف بس هنا، وقف هنا. بسم الله الرحمن الرحيم، احنا في خمسة ابيض على اتنين
اصفر ماشي كده. كمل يا باشا كمل. بص نادي الزمالك بيهاجم باللعيبه كلها 2-1 نتيجه 2-1 دي 87. كمل يا باشا. بص وقف هنا وقف هنا. اي حد اي حد اي كروس اي كروس اي كره عرضيه على الارض ماشي عاليه ماشي اي حاجه في اي حته في ثلاثه اصلا ناحيه اليمين وفي واحد تحتيك ونسند عليه وفي فكره نسند على الراجل اللي تحتينا وفي نعملها كروس اللي بره اسف لاي واحد من الثلاثه اللي موجودين دول على الارض وفي مليون الف تصرف يا راجل اقطع وروح. عملنا احنا ايه بقى؟ ابص كده الكره وادي ولا حاجه ولا حاجه ونلف تاني ونرجع تاني ضاعت الفرصه. دي اسمها تفصيله. ده يوسف اسامه. انا يعني بغض النظر يوسف مش عايز احمله في قطاط لعيب صغير بس الحاجات دي لازم يبقى انت عندك حسن التصرف. زمايلك كلهم موجودين حواليك. الكوره دي تقتل الماتش 3-1 انتهت القصه. تعال بقى اوريك الرده بتاعتها بعديها بكام دقيقه ايه اللي بيحصل. تفصيله تفصيله صغيره اهو. بص بقى المولي العرب رايح بكاونتر اتاك هجمه مرتده. بص الكوره يلا بسرعه اقف. بص الفارق بص الفارق بص الفارق هنا بقى العدد عد معايا عشان بس تبقى انت معايا في الصوره. عد 2 اصفر 4 ابيض ماشي بس تقدر تقول 2 على 2 هنا نعمل ايه. اقف اقف إيه. انتوا يا جماعه مستعجلين وراكم حاجه هنا اي حاجه في اي حته خلاص شيل هشيل كده يمين هشيل كده شمال هسند على الراجل اللي في ظهري اسند على الراجل اللي هناك اعمل اي حاجه في اي حته. حسام عبد المجيد يا اخي ولا اي حاجه من الحاجات دي كلها رجعها للجون بتاعي. بص الكره الكره بتاعتي الكره معايا مفيش حد حواليا مفيش حد مفيش حد ورايا. نعمل احنا ايه؟ هل هنعمل كده؟ هل هنرجعها للراجل؟ هل هنطفشها؟ هل هنبدا نلعب بمبدا حمد لله على السلامه حتى اللي انتهى من الثمانينات والتسعينات؟ لا مش هنعمل ولا اي حاجه من الحاجات دي. هنعمل ايه؟ كمل بقى. مفيش اي حاجه خاصة. احنا ندي فرصه للراجل يلتحم وكمان يقف ويكمل وهوبا ويجيب جول فتخلص النتيجه 2-2. تفصيل قرار قرار خطا لما ما لعبتش لزمايلي فجيب جون فقتل الماتش. قرار خطا في ان الكوره عندي مليون اختيار عشان اخرج من الموقف اللي انا فيه دفاعيا بس انا اخترت اصعب مش اصعب اوحش قرار فيهم ان انا ما اعملش ولا حاجه خالص من الحاجات دي كلها. فنخرج بنتيجه اللي انت شفتها تخرج بنتيجه ايه؟ 2-2. على الجانب الاخر بيعجبني دايما في الكابتن شوقي غريب انه ما بيرميش الفوطه. طالما المباراه شغاله طالما انا جوه الجيم خلاص هلعب لحد اخر لحظه واللعيبه بتاعته رايحين على الكوره حتى رغم صعوبتها. ما هو ده بيفرق برضو احيانا ان الفرقه لما يبقى عندها مدرب كبير وعندها دوافعها من جوه وعندها رغبتها في ان هي ترجع تاني في المباراه او فرقه تانية جات قضيه واجب يفرق. اه بيفرق كتير جدا. اديك النهارده شايف المولي العرب عمل ايه قدام الزمالك. الزمالك هيبقى زمالك اسم وكيان وتشيرت تقيل جدا جدا ومجرد التعادل مع الزمالك مكسب ونقطتين بيخسرهم الزمالك النهارده ونقطتين او نقطه المولي العرب بيتحصل عليها مهمه بل ومهمه جدا جدا. طيب تعالوا بقى نعدي على المؤتمر الصحفي لاخوان كارلوس المدير الفني لنادي الزمالك لانه قال كلام مهم نركز فيه لعلنا نفهم ملامح الشخصيه بتاعت الراجل واحده واحده. يلا بينا. كاسوا نوسترو ديفنسور سنترال بيبقى التركيز اكتر على مين الغلطه كانت pero yo soy على الفرصه اللي ضاعت على ان احنا ادينا لهم فرصه هم اللي يجيبوا جول pero yo soy un hombre de fútbol del juego y sé وعارف كويس que 20 30 segundos antes se origina قبلها ب 20 30 ثانيه y tengo muy claro quién perdió la pelota هو عارف كويس قوي مين اللي خسر الكوره ومين اللي ضاع الكوره ومين اللي غلط. دي حاجات هو عارفها que yo piense que hay uno que juega para él y por él no juega más en el لو شاف ان في حد بيلعب لنفسه وما بيلعبش للفريق هو مش هيلعب معانا تاني خلاص o por lo menos hasta que yo esté acá او حتى في يعني قصده في فتره تواجده لو في اي لعيب مش هيلعب لصالح الفريق وللصالح العام وهيلعب لنفسه هو مش هيلعب خالص. حصل تواصل مع الجهاز التربيع على الاصابات وعدم نزول سيف الدين الجزيري مكان زاسر مانسي في الشوط الثاني. Están preguntando tiene noticias sobre los jugadores que tenía problema como Alonso y cuánto días les faltan para regresar para volver. Eso es el primero y por qué no ha cambiado el otro atacante.
cuando hasta cuando hagamos el cambio de nuestro atacante 9, porque el 30 no ha participado. ¿No? El 30, el substituto del atacante, de nuestro atacante. Primero que todo, a Zizou fue un golpe. Zizou, كانت خبطة جامدة شوية. Él, como todos saben, viene طبعا زي ما انتوا عارفين كلكم muchos partidos. هو لعب ماتشات كتير اخر فترة وكان في ضغط مباريات منتخب Samalek, ومع الزمالك ومع المنتخب y con el equipo nacional. Vamos a darle un merecido descanso. هو محتاج راحة وفعلا هو هيديله راحة. Seguramente que lo van a atender con hielo para esperar si desinflama la نحط عليها ثلج ونشوف يعني لسه ما حددش يعني الإصابة هتاخد قد إيه وكده بس لسه ما يعرفش ما يقدرش يقول لك يعني. La lesión de el 11. ومصطفى شلبي. Es más de tejido blando, es un. هي حاجة في السمانة بس. خبط في السمانة. كاف من الجمينو. اتخبط في حتة في السمانة. Y con el sí hay que esperar cómo reacciona mañana. هيشوف بكرة إيه نظامه وهيعرف وقتها، دلوقتي هو ما عندوش إجابة يعني. Sobre la segunda parte de la pregunta. تاني جزء من السؤال على سيف الجزيري. Fue una decisión más personal. دي كان قرار شخصي أكتر يعني. Pensé que وافتكر. Les quitábamos el hombre de referencia a ellos que ya había hecho una muy buena tarea el 9 nuestro. اللي شايف الناصر منسي عمل ماتش كويس جدا وكان محط كويسة. الفكرة انه نزل شيكابالا مكان ناصر منسي عشان يلعب رقم 9 المزيف فولس 9 ويبقى عندنا افضلية في نص الملعب في منطقة نص الملعب. Creo que íbamos bien hasta la última jugada. لعبنا كويس وهو كده كده بياخد مخاطرات وهو ده يعني تمن لما انت تخاطر ده اللي ممكن يحصل لما تاخد مخاطرات ممكن يخش فيك جون تستقبل هدف يعني. طيب تعالوا بقى نروح برضو نشوف الكابتن شوقي غريب المدير الفني للمقاولين العرب ماذا قال بعد المباراة نشوف. الكابتن شوقي غريب المدير الفني القدير والكبير لنادي المقاولون العرب. كابتن شوقي في البداية بهنيك النهاردة على الأداء، بهنيك على الشغل التكتيكي اللي شفناه على مدار الشوطين، بالتأكيد بونت مهم في وقت مهم قدام فريق كبير زي نادي الزمالك. طبعا يعني سلام طبعا أستاذ كريم وضيوف الكرام، كل سنة وأنتم طيبين. يعني احنا النهاردة ليل 27 ده حاجة جميلة بالنسبة لنا كلنا الحمد لله. يعني يمكن انا من بدايه المباراه وانا كان كل اللعب اللي انا كنت بشتغله عشان اكسب المباراه، ما كنتش بشتغل عشان اخسر حتى نقطه. يعني كنت كل هدف اللي كان رئيسي من بدايه ان انا يعني يبقى عندي السرعات اللي موجوده ازاي استغلها، وازاي استغلها في هجمات تبقى هجمات مرتده بس تبقى هجمات مجمعه. يعني يبقى عدد اللعيبه اللي قدام الجون يبقى عدد كبير، ما يبقاش عدد واحد ولا اثنين ولا لا، يبقى اكتر من كده. ويمكن من التشكيل لو شفته وحتى من التغييرات حتى اللي انا عملته يعني حتى تقدمنا وبعدين دخل فينا جون من اوت، وده طبعا خطا احنا لازم نراجعه تاني ونصلح تاني الاخطاء اللي بتبقى موجوده زي دي، لان اوت وكره ثابته صعب يعني انها تخش في لعب وفي تكتيك وكده. ثم بقى لما جينا ودخل فينا الجون الثاني لضربه الجزاء تحول الشكل شويه. لو انت شفت بدل ما كنت بلعب على الطروف من القلب بقيت بلعب من العمق، فلعبت جون راس حربه ولعبت تحته اثنين اللي هو سافيولا ومين وجبنه، وقلت يبقى الاثنين دول بيخشوا من العمق وعشان كده مسكنا نص الملعب وقت طويل. كانت في حاجات علينا هجمات مرتده فنزلتهم ونزلت محمد شوقي بدطه عشان يقفل من الناحيه الشمال اللي تبقى واقفه، ما كان علينا شغل بيها كتير في الوقت بتاع الشوط الاولاني. وبعدين خلاص الوقت باقي 7 دقايق ولا 6 دقايق وببص في الساعه الوقت بيخلص، فكان لازم اعمل حاجه ثانيه فيها ايه، يا تتعادل وتكسب يا اما تخسر 2-3 مش مشكله، هو خلاص بقت 3 نقط رايحين بس لازم افرز. طيب ده كان كلام كابتن شوقي غريب المدير الفني لنادي المقاولين العرب بعد اللقاء مباشره.
نتحول الى الزمالك، ويمكن احنا امبارح كنا موجودين معاكم على لواء مباشره لحد الساعه 2:30، وكانت المباراه طويله جدا جدا، وفي الزمالك تحديدا بقول نتحول، ولكن هذه المره الى الكره الطائره. والزمالك بيتمكن الامس بالفوز ببطوله الدوري للمره 28 في تاريخه، بعد الفوز على الاهلي في مباراه ماراثونيه كانت قويه جدا جدا، اتحسمت تقريبا الساعه 3 الا ثلث الفجر. انت متخيل بس احنا بنتكلم في ايه؟ مباركة طويلة جدا 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 الحقيقة. زمالك ادى فيها لقاء قوي جدا جدا واستحق الفوز. الزمالك حقق الفوز امبارح بنتيجة 3 أشواط مقابل 2 كان 25-20 و26-24 23-25 و16-25 و15-13، وكان الزمالك برضو فاز اول امبارح على الاهلي بنتيجة 3-1 في اولى مباريات الدور النهائي اللي بتقام طبعا فيه البيست اوف 3 ليتوج بالمباراتين من الدوره النهائيه لبطوله الدوري. الف مبروك بكل تاكيد للزمالك وللجهاز الفني لنادي الزمالك وللاعيبه نادي الزمالك ولمجلس اداره نادي الزمالك هذا الفوز، وقبل اي حد وقبل اي شيء طبعا جمهور نادي الزمالك. زي ما بقول لك امبارح ما كناش موجودين معاك على الهوا لانه اللقاء او الحلقه كلها على بعضها خلصت الساعه 2:30، والمباراه الماراثونيه دي خلصت الساعه 3 الا ثلث. انا معايا على التليفون كابتن احمد عاشور المدير الفني لفريق الكره الطائره بنادي الزمالك. كابتن احمد اهلا وسهلا بيك، مساء الفل ومبروك، الف مبروك هذا المكسب هذا الانتصار وبطوله الدوري للمره 28. الله يخليك يا استاذ ابراهيم، والحمد لله الف الف مبروك لجماهير نادي الزمالك العظيمه، والحمد لله احنا فرحنا جماهير نادي الزمالك. ده كان شعار اللاعبين ان صحيح. احنا كنا يعني احنا اخر امل للعبه جماعيه صحيح. اللعيبه قعدنا مع بعض ان احنا في يعني مش يعني الالعاب الجماعيه في نادي الزمالك العاب عظيمه صحيح. فاللعيبه يعني وكنت بشكر لعيبه اليد اللي اتصلوا بلعيبه اللي باللعيبه اصحابهم، بشكر لعيبه الباسكت، هو ده التدافع معنوي لعيبه الزمالك ان احنا، وخصوصا ان احنا بدايتنا كانت وحشه جدا قصاد النادي الاهلي. احنا لعبنا مع النادي الاهلي في الـ في الـ في الدوري 5 مباريات قبل كده وربنا ما كرمناش وخسرنا الـ5 مباريات، بس حصل تحول ان احنا المباراه الاولانيه صدقنا ان احنا ممكن نكسب النادي الاهلي. انت اتكلمت في نقطه مهمه جدا انه الفتره اللي فاتت دي كل الالعاب الجماعيه لم تكن موفقه، يعني اليد والسله وقدام الاهلي برضو، انت بتقول ان انت استغليت ده كحافز معنوي مش العكس، مش ضغط على الفرقه. لا لا حافز حافز معنوي، وبشكر اللعيبه نفسها لان ممكن يحصل لك سوء فيه، فربنا كرم سبحانه وتعالى ان اللعيبه والاجهزه دعموا زمايلهم في الكره الطايره. ده انت حافز يعني الزملكاويه، اللعيبه الزملكاويه والمدربين الزملكاويه، يعني انا كلمني بعد المباراه مباشره لو انا كابتن احمد عبد الفتاح وشدوا نفسه، يعني ما ركزش في الباسكت قد ما كان فرحان معانا، يعني الزملكاوي بيحب الزمالك في اي لعب. صحيح. مين اللاعب اللي كان بالنسبه لك مفاجاه امبارح؟ والله هم كلهم كانوا مفاجاه. يومين بتلعب تحت ضغط، يعني بتخلص حركه، يعني ممكن المباراه بتقعد من 2 لـ3 ساعات، انا محافظ على التشكيل، بلعب بتشكيل ثابت، عندي معد 19 سنه ربنا كرمه ووفقه، كان بيلعب مباراه قبلها برضو 3 ساعات، يعني لعب في مباراه الشباب قبل مباراه النهائي مباشره، ولعب ثاني يوم مباراه الاهلي، وثالث يوم لعب مباراه الاهلي، فالضغوط كانت كبيره جدا 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 على نادي الزمالك، والحمد لله طلعوا رجاله، والحمد لله ما وصلتش للمباراه الثالثه لان انا الحاله البدنيه عندي في الفريق يعني ما كنتش هبقى في الجاهزيه ولعبت المباراه الثالثه. طيب فكابتن احمد انا بتمنى لك كل التوفيق، ومره ثانيه وثالثه الف الف مبروك، ابتسامه مهمه لجمهور نادي الزمالك في هذا التوقيت، بشكرك شكرا جزيلا. شكرا شكرا جزيلا كابتن احمد عاشور مدير الفني لفريق الكره الطائره. عايزك تبص على اللقطات، هتقول لنا اللقطه كده كده، شوف ده رضا هيكل صح كده ولا انا؟ رضا هيكل كابتن نادي الزمالك، ارجع باللقطات عشان انا مش شايف غلط، ده طريقه الاحتفال وبيترفع الدرع شبه حاجه انا شفتها قبل كده. شبه مين يا جماعه؟ شبه ايوه سامعك اللي هناك، هو شيكا بالظبط كده. قال لك ايه؟ كان زمان كان في هتاف يقول لك رضا يا رضا اتدلع يا رضا، كان الهتاف ده كان هتاف للكابتن رضا عبد العال، رضا يا رضا اتدلع يا رضا. معايا على التليفون كابتن رضا هيكل كابتن نادي الزمالك. يا كابتن رضا اهلا وسهلا بيك، مساء الفل. كابتن ابراهيم ازاي حضرتك؟ إزاي عامل ايه؟ طمني عليك والف الف مبروك. الحمد لله ربنا يخليك يا كابتن ابراهيم والله، وطبعا يعني
انا ببقى مبسوط جدا لو انا ببقى موجود مع حضرتك طبعا. حضرتك والله الناس المحترمين جدا. الله يعزك. وانا فعلا بجد بتشرف اني موجود معاك يعني. ربنا يخليك يا رب. كلمنا عن المباراه دي والمباراه اللي قبلها وصعوبتها، خاصه كمان مباراه الامس تحديدا لانها كانت مباراه ماراثونيه بكل ما تحمله الكلمه من معنى. والله طبعا هو اولا الحمد لله طبعا الواحد بيشكر ربنا على الكرم الكبير اللي احنا وصلنا ليه ده. اللي حصل دوت مجهود، مش تمرين بس، ومش يعني مش ظروف عامه في كل حاجه، ولكن احنا بجد يمكن من اول الموسم عدينا بظروف قهريه يعني اقل ما يقال عنها. ظروف ما فيش اي لعيب في اي لعبه في العالم يتحملها خالص، سواء عدم استقرار في النادي او مشاكل حصلت او مشاكل النادي اتحط فيها. طبعا ده بالتالي بيأثر على اللعيب نفسيا وكل حاجه. فالحمد لله احنا قدرنا ان احنا في الوقت الصعب دوت نحقق حاجه يعني شبه مستحيله. طبعا طبعا احنا كنا بنلعب فريق النادي الاهلي، طبعا فريق طبعا محترم جدا 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 وعلى مستوى عالي، معاهم اتنين محترفين من اول الموسم ومستقرين استقرار كويس. فالحمد لله طبعا ان احنا قدرنا نعدي من الماتشين دول باراده كبيره جدا جدا من اللعيبه جدا يعني بجد. ده يمكن من اغلى دوريات خدتها في حياتي. من اغلى دوريات اللي خدتها في حياتك؟ انا اليوم ده مش قادر انساه يعني. انا امبارح مجرد ما الماتش خلص انا ما اعرفش جريت فين واحتفلت ازاي ومين اللي خلص اخر نقطه. بجد فعلا ما كنتش يعني من كتر الفرحه ما كنتش فعلا عارف ايه اللي حصل، لان بجد كان. طب عايز اسالك بقى، كنت مخطط للاحتفال بالدرع على طريقه شيكابالا؟ انا عارف ان انتوا اصحاب يعني. ده دي حاجه ده. اصل بص يا هيما، ده الاحتفال الرسمي لنادي الزمالك. ده الاحتفال الرسمي لنادي الزمالك. بالظبط ده الاحتفال الرسمي لنادي الزمالك. طبعا ده مكتوب باسم الكابتن شيكابالا طبعا. بس فالحمد لله ربنا كرمنا وتعبنا بجد جدا 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 والله بجد فعلا ربنا عالم احنا بجد تعبنا ازاي الفترة اللي فاتت دي في حاجات كتير قوي وفي مشاكل كتير جدا. صحيح. انا بجد بشكر كل الناس، بشكر الجهاز الفني كله بالكامل، الكابتن عاشور بجد 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 الراجل صنع في 100 عقبة بجد. حلو التعبير، حلو التعبير. صنع في 100 عقبة حرفيا يعني. متكلم انت يعني، مش لعيب جامد بس كمان متكلم. قال لك الاحتفال لا خلاص ده معتمد، دي طريقة الاحتفال الرسمي. الكابتن عاشور قال لك لا ده صنع في لا يعني متكلم برضه. كابتن عاشور بس كابتن عاشور يعني انا ممكن مثلا اقول ان حد صنع في 100 عقبة ان هو مثلا اتربى في النادي او كده. لكن كابتن عاشور فعلا يعني من الناس اللي طلع من 100 عقبة، راجل ابن بلد والناس بتحبه وبتحترمه وبيحتوي اللعيبة ومش ضاغط على حد، وبجد حطنا في مود نفسي كويس جدا وهدى الناس ولم اللعيبة، واللعيبة فعلا بجد كانت بتموت نفسها علشان كانت عايزة تنجحه، لأن هو راجل فعلا محترم جدا جدا جدا. أنا واحد من الناس وأنا عندي 15 سنة كنت بتمرن مع الدرجة الأولى، بلعب معاهم ماتشات، كان كابتن عاشور مدرب معانا في الجهاز الفني، فأنا عارفه من زمان وفعلا كنت على ثقة بيه. تاني حاجة طبعا لو حضرتك كنت عارف ان احنا كان ماسكنا في اول الموسم كابتن شريف الشمالي. ايوه. ويمكن حصلت بقى يعني في نص الموسم حصل عدم توفيق شويه حاجات، وطبعا يعني اضطر ان هو يسيبنا يعني. طبعا ما ينفعش نهدر حقه تماما، لان الراجل اشتغل معانا وتعب، راجل مربينا وراجل محترم جدا، ما قصرش في حق حد وما غلطش في اي لعيب ولا اي حاجه خالص، ما ينفعش ننكر دوره برضه. وطبعا الجمهور يعني الجمهور بقى اللي بجد اللي كل مره بيحرجنا بذوقه وبانتمائه وبكل حاجه حلوه بيوريها لنا لما بنكسب، بصراحه ده برضو حافز كبير جدا جدا ان هم بيخلونا نموت نفسنا يعني. صحيح. يا كابتن رضا، زي ما كان كنت ببتدي معاك قال لك رضا يا رضا اتدلع يا رضا اتدلع وبسط، والف الف مبروك حبيبي دايما كده في نجاح وتوفيق. ربنا يخليك وانا بتشرف وانا موجود مع حضرتك، والف الف ربنا يخليك. اشكرك شكرا جزيلا كابتن رضا هيكل، قائد وكابتن فريق نادي الزمالك للكره الطائره. العلاقه اللي ما بين كباتن الزمالك في الالعاب الجماعيه عايزك تبقى تبص عليها كده. احمد الاحمر في اليد، شيكابالا في الكوره، رضا هيكل في الطايره. بص عليها بصه كده هتعرف برضو في نوع من انواع التماسك والحب والاحترام والتقدير ما بينهم الى حد كبير جدا. بعد الفاصل زيزو هيتكلم معانا، مش زيزو نادي الزمالك، احمد عز ملك التحليل بتاعنا في كل التفاصيل الفنيه في مباراه الزمالك والاهلي، ومعانا متسع من الوقت، فخليكم معانا بعد الفاصل في الاثنين العظيم.
أجدد الترحيب بحضراتكم مرة تانية، وجي معادنا مع ملوك التحليل. عندنا ملك النهاردة غياب، مفيش مشكلة، يجي إن شاء الله بإذن الله الأسبوع الجاي يرجع لنا بألف سلامة تامر بدو. إنما زيزو النهاردة مشرفنا ومنورنا يا زيزو، يا متألق مساء الورد يا هيمة، أخبارك إيه؟ والله الحمد لله كله تمام، كله حلو؟ آه بطلب العرض، أنت تفرش النهاردة في الحلقة سايق لوحدي يعني، والله عمال أبص يعني فاهم، هيوحشنا تيموس حد ما يرجع بالسلامة إن شاء الله يملى مكانه كده. والنهاردة عارف في لقطة لمحمد الشناوي هي مهمة، ايوه بتاع الضربة الثابتة، مش هاخدها ليه؟ عشان تامر بدوي عشان يفضل مكانه فاضي في قلبنا وفي عينينا. بس عايز اقول لك على حاجة، انا لما شفت اللقطة دي افتكرته فعلا، ايوه طبعا، لان التكنيك بتاع اللعيبة بتاعت سموحة ان هم كلهم بيروحوا على الشناوي عشان يمنعوه يطلع من مكانه. فاحنا اتعلمنا ايه؟ اتعلمنا ايه؟ ان احنا نحط حقوق الملكيه الفكريه لتامر ونقول احنا بقى كل حاجه، قصدي لعيب صح، هو تامر بدوي كان قال لنا نحط لعيب بقى من الفرقه بتاعتنا بالظبط كده قدام اللعيب بتاع بالظبط كده. فانت اول ما بقيت بتشوف الحاجات دي حلو ان عينك ودماغك بقت على طول رابطه بينا، فدي حاجه من الحاجات اللي انا حبيتها جدا في البرنامج الحمد لله. فان احنا عملنا مع الناس حاجات ابتدت تربط شويه في عقولهم يعني صحيح. فبس فعشان كده مش هنتكلم عنها احنا كده ما اتكلمناش خلاص بقى مش هنتكلم عنها يعني، وهنركز في حاجاتنا احنا برضو خلاص اتفقنا. واحنا متعودين الحمد لله يعني من ساعه ما ابتدينا البرنامج احنا جربنا مع بعض كلنا حاجات كتير لحد ما لقينا عدلتنا على فكره ان احنا بنفرج الناس ساعات على الحاجات اللي بسبب السرعه الزائده بتاعه اللعب او عدم التركيز بالظبط التفصيله. فاحنا عايزين النهارده نتكلم شويه في شويه تفاصيل حلوه، يلا وتعالى نبتدي كده. متعنا يا سيدي. عايز اخدك كده في ايه، في رحله انت ولعبت الاهلي ولعبت الزمالك ومدربي الاهلي ومدربي الزمالك وجمهور الاهلي وجمهور الزمالك. ماشي. يعني انا نفسي اخد جمهور الاهلي وجمهور الزمالك اطلعهم من التسعين دقيقه بتاعه النهارده عشان بعد كده لما نتفرج على الدوري ونتفرج على لعبتنا نبقى فاهمين مبادئ في هنطلع معاك بالظبط كده. ماشي. فهنطلع رحله لجمهور الاهلي والزمالك مع بيب جوارديولا. ماشي. علشان خاطر انت عارف المدلعه والمش عارف وال ايه والحاجات دي. أيوه. خطه بيب جوارديولا الجديده دي المتكلفه والله العظيم تلاش كلام. يلا بينا. ما انا عمال اقول لصادق اول ما هتكلم مع بيب جوارديولا هيطلع الصوره بتاعت انا عمال اعملها وهو مفيش فايده. انا قصدت المتكلفه. طب اعمل ايه؟ انا هيزك جوه اول ما اوصل المتكلفه. قول معلش 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 انت كنت لازم تجيب له المدلعه عشان هو عشان يشتغل بالمكلفه بالظبط كده. بيب جوارديولا بيقدم يعني الخطه هي مش سهله التنفيذ، بس هي حلاوه بيب جوارديولا انه قادر ينفذها بانسيابيه فيها تقريبا كل مبادئ كره القدم الحديثه اللي كان جزء كبير من الفضل راجع ليه هو اصلا في ابتكارها في الوقت الحالي لليفل انه بيكسب بايرن ميونخ 3-0 بالمستريح. فتعالى ناخد رحله كده معاه في مبادئ كره القدم الحلوه ونستمتع بالشغل المتكلف بتاع الراجل ده. الراجل ده بيلعب 3-2-4-1. الثلاثه دول السنتر باك اللي ناحيه اليمين احيانا بيبقى باك رايت، والسنتر باك اللي ناحيه الشمال احيانا بيبقى باك ليفت. الثلاثه دول احيانا بيبقوا اربعه فتبقى 4-1-4-1، واحيانا تبقى 3-2-4-1. حاجه صعبه جدا انك تعمل كل ده في ماتش زي بايرن ميونخ، لكن الراجل ده سوبر. تعالى نتفرج على الشكل العام. مبدا بيب جوارديولا انه دايما يحط خيارين قدام المنافس، فالمنافس كل ما يتصرف على حاجه هو يرد له عليها، بمعنى اربعه هم سنتر باكات قدام اثنين مهاجمين ووينجين. حلو. نمشي بالصور بسرعه تلاقي كالعاده زي ما احنا متحفظين كده واحد بيضغط على حامل الكره والتاني بيمسك اللاعب رقم ستة. صح. عشان اللاعب رقم ستة ده هو اللي بيبقى مسؤول عن صناعه اللعب. طيب السنتر باك التاني بيسيب مكانه ويفضل يتقدم لحد ما يبقى هو رقم ستة البديل، يعني يملى نص الملعب. رقم ستة الاولاني مع البلاي ميكر الله يمسيه بالخير بقى راح، والناحيه التانيه استوب بقى على الصوره دي، لا ارجع على الصوره دي، واللاعب رقم ستة التاني اللي هو في الحاله دي اللي هو ساب مكانه كسنتر باك وطلع لوسط الملعب بقى اللاعب رقم ستة الحقيقي. هنا بقى العظمه بتاعت بيب جوارديولا ان قدام اللعيب اللي على الوينج ليفت اختيار من اتنين، يا اما يضغط عليه فيبقى كيفن دي بروينا فاضي، يا اما يروح مع كيفن دي بروينا. فلو راح مع كيفن دي بروينا السنتر باك اللي اقلب بقى الصوره هتلاقي المساحه اللي ناحيه اليمين كلها فضيت. هنا يبقى من الراحه للسنتر باك مفيش عليه خوف انه يطلع ويبقى باك يمين اللي هو اكانجي في الحاله دي، ويبتدي يهاجم عشان نوصل للصوره دي. الصوره دي مهمه قوي معانا اللي فاتت دي، وان انت عايز توصل لايه بالخطه الغريبه دي، انك تحط 1-2-3-4-5 في خط الهجوم. خمس بني ادمين
بالتالي اي واحد هيروح مع زبون هتلاقي اللي وراه مساحه فاضيه بالظبط كده، عنده مساحه فاضيه. هل دي حاجه بتحصل مره واحده؟ لا، هي دي التركه اللي انت عايز توصل لها دايما. ان روبرتسون لو طلع في ظهر كيفن دي بروينا رياض محرز فاضي، لو السنتر باك جو جوميز طلع، هات اللي فاتت معلش، جو جوميز لو طلع في ظهر رياض محرز ايرلينج هالاند فاضي، وهكذا وهكذا وهكذا. فيبقى احنا اتعلمنا ان السنتر باك الوهمي ده اللي هو ساب بيته وطلع بعد كده لوسط الملعب بقى الاختراع الزياده العدديه الجديده. تعال نبص عليها مره ثانيه، هم ثلاثه سنتر باكس وارتكاز، وبالتالي في واحد من قلب الدفاع طلع وبارتكاز تاني اللي هو اللي انا حاطط عليه السبوت لايت ده. الراجل الوينج اليمين هيضغط عليه، فيبقى الناحيه الشمال فضيت. السنتر باك اللي ناحيه الشمال ناثان اكي يزيد هو كمان، فيبقى هو الباك ليفت في الحاله دي، ونروح على الجول ويبقى 1 2 3 4 5 في منطقه الجزاء. فانت هنا بتتكلم في ان الاول ابتدى بيب جوارديولا بحاجه اسمها مهاجم وهمي، وبعد كده ابتدى يشتغل على حاجه اسمها ظهير ايسر وهمي. النهارده هو بيتكلم في سنتر باك وهمي. ما فيش كده. احنا عندنا لحد دلوقتي موضوع المهاجم الوهمي ما بيتعملش صح بالظبط كده. طيب تعالوا نفهم حاجه تانية، ازاي احنا بنخلق مساحه للاعبتنا؟ ففي مبدا جديد في الكوره اسمه التثبيت. يعني الفراوده ما ترجعش عشان هي تثبت المدافعين معاها، فاخلق مساحه. بمعنى ان لو في فرقه زي ليفربول دول ناصحين، قال لك احنا عارفين انت بتعمل ايه، فالسنتر باك الوهمي اللي انت مزوده لنا ده احنا هنراقبه. فبقى عندك اثنين ارتكاز او ثلاثه ارتكاز من ليفربول على الاثنين بتوع وسط الملعب بتوع سيتي. أيوه. يبقى سيتي محتاج يطلع على الوينجين. تعالوا بقى نخلق مساحه في الملعب. هنا الوينج ليفت بتاع مانشستر سيتي واخد الباك اليمين مثبته، فبقت في مساحه صفرة كبيره جدا. ناثان اكي بقى المفروض يروح هو يملاها. يملاها ازاي؟ والله لو حد ضغط عليا هبصي لزميلي واجري، لان كده خلاص بقت الحته دي كلها فاضيه. حلو، واطلع بالكوره. ولما اطلع بالكوره اتعلمنا ان احنا واحنا بنستلم على الوينج بنستلم للقلب، عشان القلب هو اللي فيه المساحه الواسعه. انما لو استلمت على الوينج الكوره هترد عليا تاني. كل كلمه انا بقولها هطبقها على اهلي وزمالك لاحقا بالمناسبه. قبل ما اشد منكم الورق، فناثان اكي اهو المره دي واحد بقى ناصح، قال لك انا مش، معلش ارجع للصوره اللي فاتت، قال لك انا مش هعمل زي صلاح، انا مش هضغط عليه، انا هقف لك يا باشا. انت وقفت لي علشان خاطر تاخد بالك من المساحه دي، هباصي للي في العمق ويطلع الراجل اللي وراه. هنا هو اللي يستلم الكوره عادي جدا، وبعدين اعمل عليك زياده عدديه تاني بالعمق. صحيح. فطول الوقت في صداع في دماغ المنافسين، بس ثلاث ارباع الصداع اللي بيحصل ده برضو جزء منه ان اللعيبه بتتحرك من غير كوره. هي دي. ليه بقى؟ لان انت بتخلق مساحه بان واحد مثبتك، وانت لازم انت تبتدي تتحرك. بالظبط. وانا بفضي لك مساحه، يعني مثلا معلش هو انت جريت مني، روح على اللي بعدها كده اهي. الوينج ليفت والوينج رايت بتوع مانشستر سيتي ما بيضموش للقلب عشان يشد معاه الباك اليمين. فيبقى في مساحه. لو كيفن دي بروين ما ضغطش فيها ما ملهاش ولا ليها لازم. بس هو دلوقتي كل ما تيجي كره طوليه لاي جناح بيسلمها. صحيح. مبدئيا لكيفن دي بروين، فنروح على الجول. طيب اخر حاجه من الناس ما بتاخدش بالها منها، حركه ايرلينج هالاند. ناس كتير بتقول ان ايرلينج هالاند ده معطل ومبوظ اللعب في مانشستر سيتي. باشا، هو مدي مانشستر سيتي حاجه جديده تماما. حاجه اسمها ايه بقى؟ جري، فبيمط المساحات لزمايله. يعني الراجل دايما وانت بتبتدي اللعب هتلاقي ايرلينج هالاند حاطط عليه الضوء الاصفر اهو. اللعب بيدور، بتلاقي ايرلينج هالاند لف وقام طالع يجري بيك. هو هدفه ايه؟ انه يمط المساحه اللي في وسط الملعب دي كلها. فبالتالي لما بياخد معاه السنتر باك ويجري بيه بيمط المساحه، فبالتالي اللعيبه بتعرف زي كيفن دي بروين يستلم الكوره. تعالى هنا نبص عليها بشكل ذكي جدا. ايرلينج هالاند بادي في بدايه اللعب، ما استلمش الكوره، طلع هوب ضرب سبرنت، اخد معاه السنتر باكات. هو باصص على كيفن دي بروين بيقول له انا هاخد معايا السنتر باكات. كيفن دي بروين دخل مكانه بالظبط كده، واتخلقت له المساحه. قام اللاعبين الكوره اللي تحت الكيفن دي بروين، كل سنه وانت طيب. فاللعيب اللي بيجري من غير كوره هدفه انه يمط المساحه، واللعيب اللي واقف في الهجوم ما بيرجعش يدافع هدفه انه يثبت السنتر باك فيخلق مساحه هو كمان. خلقنا المساحه لبعض، نبتدي بقى يبقى عندنا حريه ان احنا نزيد زي ما احنا عايزين من خط الدفاع لخط الهجوم. فاحنا بنحرر نفسنا بان احنا بنزق المدافعين كلهم لورا. دي حاجات مش هنشوفها خالص في تحليل الاهلي والزمالك، هنشوف عكسها. بس كانت مهم ان احنا نستعرضها عشان الناس لما تشوف عكسها تفهم الكرة وصلت لفين واحنا بنحاول نعمل ايه. هنعرف بقى احنا بنحاول نعمل ايه بس بعد الفاصل. بالظبط كده، يلا بينا. هي رحلة صعبة
بس احنا رجعنا بالسلامه. المقارنه هتبقى صعبه جدا وفظيعه. اتفضل يا زيزو. طيب هنبتدي بماتش الزمالك طبعا، المباراه الاولى لاسوريو. بكل تاكيد احنا عارفين ان اسوريو مش الراجل النهارده اللي هنحكم عليه، هو جاي يتفرج زيه زينا. صحيح. بس هو اسوريو عنده عاده لطيفه جدا ان هو بيأيد دايما الايجابيات بقلم ازرق والسلبيات بقلم احمر. فعلا؟ اه بالظبط. الراجل ما سابش القلم الاحمر من ايده النهارده. تلاقي قلمين اهم. اه فعلا دي لبيسه بالظبط زرقاء والقلم الاحمر اللي بيكتب بيه. فاحنا الاول هنوري الناس التركه اللي شايلها برضو الراجل ده علشان خاطر مش هنحاسبه النهارده يعني. انا عايز اقول حاجه بس معلش. فضل. شكرا للساده المخرجين بتوع التلفزيون المصري، شكرا بجد والله طبعا. ان انتوا بتدونا لقطات شبه كده نعرف نشتغل عليها في التحليل بجد شكرا، عشان لو يعني. لو انت ما اديتناش اللقطه دي مش هنعلق عليها. انا ما اعرفش مين مخرج المباراه بس شكرا يعني 100%. فخلينا معلش انا ما اعرفش انت ابتديت ولا لو ممكن نرجع بقى اللقطات. ايوه بالظبط كده. فاحنا هنتكلم يعني مبدئيا على التركه اللي عند الراجل. هي تركه صعبه لان احنا بص انا قعدت اتفرج عليه النهارده بالتركيز، كل لقطه كان بتيجي عليه اسوريو علشان اشوف هو واصل لانهي ليفل تعليم يعني هو مهتم لانهي ليفل. فتلاقي مثلا بعد الغلطه اللي ما بين سفر وجعفر دي حصلت ودونجا ابتدى يشاور على كتفه، ابتدى يتكلم مع اللعيبه في انت بتستلم وكتفك عامل ازاي. يعني هو جاي من تحت قوي هيبتدي يشتغل مع اللعيبه، يشتغل من الاساسيات بالظبط على الاساسيات. وهو خد بالك معلش شغل بقى يا صادق، وهو بيشتغل وهو عمال يتكلم مع اللعيبه هو يقدر النهارده يعلم سيف يستلم ازاي. بس برضه هو ما كانش عنده الوقت الكافي انه يقول للعيبه اصلا باصوا لسيف بعد كده. يعني بتتكلم هنا في ان اللعب ستوب، الباص ده لو راح لسيف لسيف فاروق هيفرق صح؟ لان هو لوحده في مساحه واسعه جدا. انما لعيبه الزمالك بقالها فتره طويله بتلعب باصه في الارض مش شايفه اي حاجه، مش بتلعب السهل، فزنقه نفسها على الفاضي. فالتركه اللي مستلمها اسوريو محتاجه ليفل التعليم بتاع اصلا استلم الكره ازاي على مستوى التقنيات، وثانيا بص ستوب معلش ارجع خطوتين كده، سيف فاروق جعفر فاضي، لو سيف فاروق جعفر طالب الكوره، لو سيف فاروق جعفر متحرك كل المساحه دي بتاعته وشه للجول بالظبط كده. بس التكتيك يا كابتن ابراهيم هو لغه التواصل بين اللاعبين، والتدريب في الاصل كمان معتمد على ان انا ابقى معرف اللعيبه ازاي يفضوا مساحات لبعض زي ما اتكلمنا في الفقره الاولانيه. فكل الكلام ده هيبقى التركه بتاعه اسوريو اللي مطالب مثلا شايف اللعب مشي شيكابالا، هو طلب من شيكابالا انه يحافظ على اللعب، وشيكابالا فعلا بقى بيتحرك بعرض الملعب يسلم الكوره لحد ما وصلنا الحته دي. شكرا. شفت اللي حصل؟ انت بتتكلم في ان ليفل من التواصل معدوم بين اللاعبين للدرجه دي. طيب تعالوا نتفرج على الكوره دي شغاله بسرعتها العاديه. الكوره دي لو كانت دخل الجون السكور 2-1 والدقيقه 87 وانت رايح على الجول بواحد 2-3-4-5 اي حاجه عرضيه جول، اي حاجه جون الا انك تقرر ترقص وانت بتعرفش. صح. فهي دي النقطة الوحيدة. انت شفت ليفل التحكم اللي بيب جوارديولا عامله في اللعيبة بتاعت سيتي؟ ايوه. هو مش بيعلمهم يعملوا، يعني هقولك على حاجة مهمة انا كنت عايز اقولها قبل ما وقفلنا بس هنروح بقى للنقطة التانية في التحليل اللي هو ايه اللي كان بيكتبه اسوريو علشان يشتغل عليه بالتحديد. يعني اللي انا كنت عايز اقوله ان مفيش التدريب في مصر هنا الناس بتعتبر ان هو جمله. انا ما شفتش جمله للمدرب ده. أيوة. صح بيقولك المدربين دلوقتي في الزمان ده ما بتشتغلش على جمله، هي بتشتغل على ان هي تربك المنافس بين خيارين، وكل خيار المنافس هيعمله انا هعمل حاجه، انا هعمل الحاجه الثانيه. فهتروح على كيفن دي بروين هفتح على الناحيه اليمين، هتروح على الناحيه اليمين هدي الكره لدي بروين. ادي التدريب ماشي. فالراجل هو محتاج ان هو يوصل اللعيبه للليفل ده، وبعد كده اللعيبه تبقى عندها بقى قدره التقنيه ان هي تفهم نفسها، انا حريف ولا انا سريع ولا انا قوي ولا انا ميستي ايه. فلما تيجي الكره ليوسف اسامه نبيه ما يقررش يرقص، لان المهاره هي الحاجه الوحيده اللي مش عندك. صحيح. الدبل باص عندك، السرعه عندك، القوه عندك، انك تلعب على الجول برجلك اليمين او الشمال عندك، ما تعملش الحاجه الوحيده الضعيفه. فانت الراجل محتاج يشتغل على كل ده. تعال بقى نبص سوا كده على الشغل بتاع الراجل اسوريو هيكون على ايه. يعني ايه اللي في الكشكول بتاع اسوريو اللي كتب عليه باللون الاحمر ده اللي احنا هنتكلم عنه دلوقتي بعد ما نشوف طبعا الجون التاني الصعب جدا ده. ستوب. اول حاجه عملها الراجل كان عملها كابتن مدحت عبد الهادي انه حط احمد سيد زيزو في القلب. احمد سيد زيزو هو اللي جنب الحكم ده، هتلاقيه شد المان بتاعه بره الملعب خالص، شايف عمال يرجع ورا، ففضيت
فاتفتح المجال لحسام عبد المجيد يزيد، وبعد كده دونجا نقل الكوره لحمزه المسلوسي واللعب دار. فيبقى التركه بتاعت وسط الملعب ستوب، مره تانية نحط عيننا على زيزو اللي هو جنب الحكم بيلعب في القلب، هدفه ايه؟ بيشد اللعيبه معاه فيفتح المساحه لزمايله في ارض الملعب، وبعد كده يستلم الكوره باصت زيزو حلوه، ونقدر نروح مره تانية على الناحيه اليمين، نبقى نقلنا اللعب من اخر الشمال لاخر اليمين. يشكر كابتن مدحت عبد الهادي جدا على الفكره، فكره كويسه تنفيذها كويس، خلقت فرصتين للزمالك في اول 5 دقائق، فحاجه اكتر من ممتازه. لكن ايه بقى النواقص الكتير اللي بيكتبها الراجل ده في ورقته؟ إيه هو اللي احنا هنتكلم عليه دلوقتي. ايه بقى؟ اول حاجه استلام الكوره. حلو، تعالى نتفرج كام مره استلام الكوره الغلط سوح لعيبه الزمالك بدل ما تعمل هجمه تضيع. ادي الوينج الاولاني استلم الكوره ما عملش اي حاجه بيها ورجع بيها لورا، ادي الوينج الثاني استلم الكوره، يبقى استلمت الكوره مبدئيا عند وينجات الزمالك كارثيه مبدئيا كده، زي ما انت شايف ابراهيم انداي عمل هجمه مرتده على فرقته، مصطفى شلبي فاول يعني ما انت مش عارف تطلع بهجمه، ارجع تاني للمدافعين. فيبقى النقطه الاولانيه الاستلامات بتاعه الجناحين كارثيه، اللعيبه ما بتحميش الجول، اسف ما بتحميش كورتها، اللعيبه ما بتطلعش لهجمه لقدام، برغم ان الجناح ده المفترض ان هو دوره الاساسي يعني انه يبقى بيطور اللعب مش زي ما هو حصل. فدي النقطه الاولانيه اللي اكيد الراجل كتبها في ورقه. ماشي، النقطه الثانيه حلو الكلام، خروج بالكره. طيب بالظبط كده، النقطه الثانيه هي ليها علاقه بالخروج بالكره. ستوب، احنا اتفرجنا كلنا على معلش وقف اللعب يا صادق. ايوه عشان ستوب دي بالانجليزي واحنا بنعرب البرنامج. فالاربعه المدافعين اللي واقفين والاثنين الارتكاز تمام ان هم يكونوا موجودين في مانشستر سيتي، احيانا بيبتدي لبونا اللعب بالاربعه دول، بس احنا بنبقى عارفين احنا عايزين نوصل لايه، انما لما ما بنبقاش عارفين بيبقى وجود سته في وسط ملعبك كتير جدا ومش عامل اي فايده من اي نوع. صحيح. فاولها ان المنفذ الرئيسي بتاعك احنا دايما بنقول ايه؟ الجناح بتاعك بيشد الظهير بتاعهم بيخلق مساحه، صح؟ انما لو انت الجناح بتاعك داخل القلب والظهير بتاعك واقف هنا، فيبقى انت الراجل بتاع المقاولين الجناح اليمين ده سهل عليه قوي انه يضغطك كل ما هتروح للكوره. سهله. صح؟ وهو اصلا خطه كابتن شوقي غريبه اللي معانا في الصوره ان الكوره تتقطع وتوصل للراجل ده يجيب منها الجون. صحيح. حلو؟ فيبقى دي نقطه، معلش انا عارف انك لازم نطلع لازم نطلع ثانيه. هي ثانيه عشان نبقى خلصنا الحته دي كلها. ماشي. مره ثانيه الوينج جري الحاله بقى. الوينج قابل مره ثانيه. فعايزين نشوف الجول دخل ازاي في الاخر. ادي اللقطه بتاعه الجول اتقطعت، ادي الوينج اللي احنا كنا بنتكلم عليها هيخش القلب اهو، شكرا كل سنه وانت طيب. فيبقى انت بتتكلم في ان بنى اللعب بعدم تحرك الخط الخلفي ادى الى جول في الزمالك، دي تاني حاجه اكيد كتبها الراجل في ورقته. ده كلام عظيم. ونرجع نكمل كلامنا مع حضراتكم بعد الفاصل. طب يا زيزو، من الزمالك الى الاهلي، لقاء الاهلي وسموح. طبعا علي معلول كان قال جمله مهمه جدا بعد الماتش اللي فات، قال انتظروا الاهلي بشكل جيد ومختلف في دوري ابطال افريقيا. فكان ده العنوان اللي انا عايز ادور عليه، ايه المختلف في الاهلي يعني. فلقيت ان الميزه في الاهلي في الوقت الحالي انه بيحاول يعمل حاجه هي برضو فيها كثافه عدديه كبيره جدا على اي خط ظهر بشكل عام. يعني انا حبيت اثبت الصوره دي، 1 2 3 4 5 دايما بيبقوا حاطين المنافس تحت ضغط كبير جدا. فدي الميزه الرئيسيه اللي بيحاول مارسيل كولر يطبقها. هتلاقيها اتكررت معانا 3 مرات من اول دقائق في المباراه، هو ده 1 2 3 4 5 دايما هو الشكل بتاع الاهلي. طيب ايه الاداه بقى بتاعت مارسيل كولر عشان ينفذ الشكل ده جيدا للنادي الاهلي؟ ده اللي هنتكلم فيه في الفيديو الجاي. يعني ده المنظر اللي احنا بنتكلم عليه، زي ما انت شايف كده دايما اليو ديانج، بيرسي تاو، محمد هاني، المهم ان دايما في خماسي في المكان ده. طيب ايه الاليات بقى اللي بنستخدمها؟ هتقعد بقى الفيديو اللي جاي، تعال نبص سوا. طبعا الاثنين التمانيتين بتوعنا احنا حافظينهم خلاص، عمرو السوليه، اليو ديانج. اليو ديانج بيلعب الدور بتاع حمدي فتحي. محمد شريف فاتح الملعب. فاتح الملعب ليه؟ عشان زي ما اتعلمنا كده من الفيديو بتاع بيب، انت بتشد معاك الظهير الايمن، فاتفتحت مساحه بين الظهير الايمن وقلب الدفاع، هيروح عليها كهربا. بس لان المنافسين بقوا حافظين خلاص الموضوع ستوب، فبقت التركه ان كهربا شخصيا يقوم واخد عين قلب الدفاع، واليو ديانج يجري يستلم الكوره، واليو ديانج يسلمها لمين؟
لكهرباء، فدي حاجه محفوظه حضرتك ومتحضره للاهلي فممتازه. ان محمد شريف شد الملعب، كهرباء شد الملعب هو كمان، واليو ديانج دخل القلب. طيب الحاجه الثانيه ان عمرو السوليه ينزل الكره بالهيد رقم 8، ينزل الكره بالهيد للي جاي وراه، او يشوط ونلعب على الكره الثانيه. فيبقى دول ثلاث حيل انت شفتهم بس عشان تحط الاوفرلود على المنافس بالشكل ده. طيب اثمرت عن حاجه غير الثلاث فرص اللي احنا استعرضناهم؟ اثمرت عن الجول، تعال نتفرج عليها بالراحه كده. الاول بيرسي تاو اللي كان فاتح الملعب، وبعدين بقى اليو ديانج اللي فاتح الملعب، وحاليا رجعنا لورا فكل واحد اخذ مكانه، ومحمد هاني اللي فتح الملعب، وبيرسي تاو دخل القلب. 1-2 عمرو السوليه، 3-4 محمد شريف، كل دول بيستعدوا على حدود منطقه الجزاء بحيث ان احنا نحط الخماسي بتاعنا او الرباعي بتاعنا على الرباعي بتاع فريق سموحه، فبالتالي يبقى دايما عندنا الزياده العدديه. بس دي مهاره فرديه هنا من شريف بصراحه، مهاره فرديه بس اتخلقت بان انا حطيت صحيح. الاول اربع لاعبين داخل منطقه الجزاء فطبعا ممتاز محمد شريف كان في ماتش النهارده انه قدر يعمل ده. الجول الاولاني دخل والتاني بنفس الطريقه. استاذنك في فاصل ونرجع نكمل كلامنا على الفاصل على طول. يلا يلا يا زيزو اتفضل. اخر حاجه معانا ليها علاقه بماتش الرجاء. الاهلي الحاجه اللي محتاج يعملها انه يكرر الاداء والالتزام الدفاعي بتاع ماتش بيراميدز عشان ما يبقاش في اي خطر قدام الرجاء. عايزين بسرعه، لا الكاميرا العاليه يا صادق اللي هو ايوه الشغل بتاع الاهلي، وجري بقى اللقطات مع بسرعه جدا علشان خاطر الناس تشوف ازاي الاهلي كان بيرتد من الحاله الهجوميه للحاله الدفاعيه بشكل ممتاز قدام فريق بيراميدز في الحقيقه. يعني جري السرعه شويه معانا علشان خاطر الناس تشوف المشهد العام ازاي الفريق كان بيلم نفسه بسرعه، كل اللعيبه بتنزل ورا الكوره، فبتكون النتيجه ان بص 4-5-1 او 5-4-1 في الحاله اللي شبه كده زي ما الكتاب بيقول. ده اللي الاهلي محتاج يعمله قدام فريق الرجاء ومحتاج يحافظ عليه من الماتش بتاع بيراميدز. في اخر المباراه كان حمدي فتحي بيلعب قلب دفاع، فكان الاهلي بيلعب بخمسه بشكل اكتر من ممتاز، وكان ناجح جدا في ان هو يقتل كل خطوره بيراميدز بالشكل ده. ومارسيل كولر في اللقطه دي هتلاقيه كان مهتم جدا، يعني باين معانا في المشهد تحت انه او معلش يمكن اللقطه اللي بعدها شايف الحته اللي هي بين الخطوط دي ميته بسبب قرب مساحات لعيبه الاهلي مع بعض، وكان طول الوقت كان بيزعق اهو بينادي على زمايله ان هم لعيبه الاهلي انهم يرحلوا كلهم ورا بعض علشان خاطر الخطوط تبقى قريبه وما يحصلش اي مشكله تذكر. وده كان العيب اللي عند الاهلي في مرحله المجموعات في دوري ابطال افريقيا، ولو استمر في معالجته زي ما حصل قدام بيراميدز يكسب الرجاء ان شاء الله مستريح ان شاء الله باذن الله. زيزو متالق يا صديقي العزيز كالعاده، حبيبي كتر خيرك عظيم حبيبي كتر خيرك، شكرا ليك، شكرك شكرا جزيلا. دي كانت حلقتنا النهارده، بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بشكر فريق العمل بالكامل. تصبحوا على الف خير، كل سنه وانتم طيبين، رمضان عدى بسرعه اوام اهو. والله كتبتها في اول يوم عشان كنت حاسس رمضان عدى بسرعه اوام وخلاص احنا على مشارف العيد، وكل سنه وحضراتكم طيبين. هنقابلكم ان شاء الله باذن الله بعد العيد. سلام عليكم.